يواصل حجاج بيت الله الحرام نفرتهم من مشعر عرفات إلى مزدلفة، حيث أدوا صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. هذا ومن المقرر أن يبيت ضيوف الرحمن ليلتهم في مشعر مزدلفة حتى فجر غدا العاشر من شهر ذي الحجة، تماشيا مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر. وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج. الحمد والنعمة لك الملك لا